مشوار التحدي واليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. أعلنت وزارة الداخلية استخراج وثائق الأحوال المدنية مجانا لذوي الإعاقة لمدة أسبوع للأشخاص ذوي الإعاقة، وطبعا ده احتفال باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة اللي هو بيوافق 3 ديسمبر. كلنا بنشارك في الاحتفال، ولكن احنا مش بنشارك يوم ولا يومين، احنا طول السنة معاهم، لأن دول إخواتنا وولادنا وأهالينا. دول ناس ما يعرفوش يعني ايه مستحيل، ما يعرفوش اليأس، ما عندهمش حاجة اسمها الظروف، بيتحدوها، بيتحدوا الظروف وبيتحدوا الإعاقة الحركية والإعاقة أيا كانت هي، يعني أدت لتأثيرها على ايه في الجسم. دعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديم كل السبل الراحة والدعم ليهم في حياتهم ساعدهم أكتر وسندهم وقواهم وحسسهم ان الحلم سهل انه يبقى واقع ويبقى حقيقه. النهارده معانا واحد من متحدي الاعاقه، بطل من ابطال الجمهوريه، معانا الاستاذ خالد زكري. اهلا بك يا استاذ خالد. اهلا بحضرتك استاذ حبيب. في البدايه خالص عايزك تاخدني رحله ونمشي كده مشوار حياتك بدا ازاي، بس نعرف المشاهدين الاول نوع الاعاقه. انا خالد زكري سالم من مدينه الحومديه. تمام. انا عندي شل اطفال في رجلي اليمين. اوكي. منذ الولاده. مولود تمام. سنه 1976. انا حضرتك بدات مشواري وانا صغير في اولى اعدادي، كان عندي طاقه وعندي باور وقوه. لا انا هاجي بقى قبل اولى اعدادي. لما دخلت المدرسه في البدايه خالص، كنت بتحس ان انت مختلف عن زمايلك؟ لا بالنسبه لي، لا بالنسبه لهم هم. بالنسبه لزمايلك كان زي بيتنمروا على الواحد للاسف. لكن انت ما كنتش حاسس باختلاف؟ لا بس كنت بتضايق من تنمرهم. كنت بتضايق. بس الميزه ان انت ما حسيتش باختلاف، انت كنت حاسس ان انت زيهم، ما فيش عندك مشكله او ما فيش حاجه معينه. وحبيت اثبت لهم ان انا اقوى منهم. بقى انت طلعت اقوى منهم فعلا. حبيت اثبت لهم. اثبتت ده. حطيت هدف في دماغي ومشيت عليه ان انا اخش اي لعبه. تمام. وفي اولى اعدادي بدات التحدي. بس كنت ما كنتش بلعب في انديه. ولا كنت بلعب في البيت عندي. كنت جايب حديد في البيت وبتدرب في البيت. ما كنتش عارف لسه مكان هم بيتدربوا فيه. قعدت انا فتره كده بتدرب في البيت لغايه لما والدي الله يرحمه ويسامحه قال لي انا اقدم لك فصيله حديد تلعب فيها كمال اجسام. لعبت فيها، لعبت سنه واثنين وثلاثه، بدا جسمي يتقل، ما حسيتش براحه بالنسبه لخاطر الاعاقه، جسمي تقيل. قلت لا ما تنفعش مع مثلا مصارع الزراعين. انا استاذ سيدنا محمد حبيت ان انا اغير. المهم قلت اعرف الناس دي بتلعب فين. كنت في مره بتفرج في التلفزيون وشفت بطوله فزاعه الدوليه. فزاعة الدولية لمتحضر اعاقة، الناس من مصر عجبتني قوي، فقلت اسال الناس دي بتروح فين. المهم ابتديت اسال لما عرفت هم بيلعبوا في اتحاد الشرطة الرياضي. ربنا كرمني رحت لعبت اتحاد الشرطة رفع اذكار، عملت اختبار والحمد لله قبلت. قعدت معاهم السنة والتانية ما شاء الله، يعني حسيت بمتعة، اتعمقت معاهم في اللعبة. مشكلة رفع الاذكار ان هي عاوزة مكمل غذائي وعاوزة مصاريف. عاوزة مصاريف جامدة. عايزة مصاريف. انا ساعتها ما كانش فيه. المهم ربنا كرمني قلت اخش مصارع الزراعين في اتحاد الشرطة برضه. دخلت مصارع الزراعين اول بطوله انا مصارع سيدنا محمد، عملت مركز تاني الجمهوريه كانت في استاد القاهره. ما شاء الله. في صاله 3 اول بطوله. كان وقتها عندك كام سنه؟ كان وقتها كان عندي انا مصارع سيدنا محمد عندي 28 سنه. 28 سنه. اول بطوله خدتها وانت عندك 28 سنه. انا بس باكد ان هو بدا وهو في اولى اعدادي، يعني تقريبا كان 12 سنه. اول بطوله خدها 28 سنه، يعني احنا بنتكلم في 16 سنه فرق. 16 سنه ما يأسش، 16 سنه ما قالش مستحيل، 16 سنه ما بطلش يعافر، 16 سنه وهو بيحاول وبيحاول وبيحاول لغايه ما نجح وقدر يحقق حلمه. اتفضل كمل يا استاذ خالد. بديت العب مصارع ازاي. المهم عجبتني. المهم لعبت معاهم اول سنه، عملت مصارع سيدنا محمد، عملت تيرا جمهوريه، عجبتني استمريت معاهم فيها. ريحت شويه من رفع الاذكار قلت ايه خليها في المصارع الزراعيه. تاني سنه عملت تاني في اول، عملت اخر مره عملت تجارب منتخب من 3 شهور بس للاسف عملت تاني. هم خدوا الاول راحوا تاني جمهوريه. عملت تاني تجارب منتخب مش تاني. جمهوريه. تجارب منتخب دي هم خدوا الاول صفروا التاني بيبقى احتياطي. يا قدر الله الاول حصل له حاجه باخده تاني. كانت في تركيا شهر 10 اللي فات. بس ربنا ما وفقنيش عملت تاني في التجارب. قلت بقى ايه اخش كل الالعاب. دخلت كره الطايره جروس، مصارع الزراعين، والدراجن بوت، وعلى مصلى النبي الرمح والجله. اي لعبه المتحدي الاعاقه كنت اخش بيها عشان اغير فكره متحدي الاعاقه.
تغير فكره الاعاقه. الاعاقه انا مش معاق. انا اقدر اعمل وانتج واثبت للناس ان ذو الاحتياجات الخاصه يقدر يعمل اكتر من السوية بكتير. كنت كل يوم بخش فيها وعافر، كنت بتحدى كل الصعوبات، ما كانش في دماغي حاجه. اي مجال كنت اخش فيه ثقافي سياسي ما كانش في دماغي حاجه. بيتحدى الاعاقه، بيتحدى الاعاقه، وانت مش قادر تتحدى نفسك ونفسيتك في انك تغير نفسك للافضل. هو تحدى اعاقته وقدر ياخد بطولات زي ما شايفين، شهادات وميداليات وكاس واكتر من شهاده، وتحدى اعاقته. ما شاء الله 800 شهاده. ان شاء الله ما شاء الله 800 شهاده. 250 ميداليه منهم ذهب وفضه وبرونز. 800 شهاده و250 ميداليه منهم ذهب وفضه وبرونزي. انا عايزه اسال المشاهدين اللي بتفرجوا عليا، اللي ما بيقدرش يتحدى نفسه في انه يعمل اي حاجه ولو بسيطه علشان يحافظ على كيانه او ينجح في حياته، مشكلتك فين؟ اعتقد مفيش سبب يخليك تقف مكانك. ارجع تاني واسالك، ايه التحديات اللي واجهتك على مدار مشوار حياتك؟ فكره مثلا، فكره مثلا بيبص للمعوج ده ان هو حاجه ما ملوش لازمه يعني، وبيتنمروا على الواحد مثلا. وفي ملوش لازمه ازاي يعني؟ لما تبقى معاق ومعاك 800 شهاده تقدير، والسليم المعافي ممكن ما يقدرش ياخد واحده بس، تبقى مالكش لازمه ازاي؟ مثلا اروح تمرين، يقول لي يا عم روح تمرين، انت قاعد في البيت اللي بديك حديد يقع عليك، ما انت قاعد في البيت. مثلا في مثلا يوم بطوله عندي ونطب مصاصي الطاقه ومحبطي ربات، انت مثل قاعد في البيت يا عم ما تقعد. انا كنت بقى حاطط في قدامي في دماغي هدف ان انا لازم امشي عليه، كنت اسمع وما اسالش. طب قولي بقى دراستك ايه؟ انا معادي بوم صنايع. ما شاء الله. قابلت مشاكل في الدراسه ولا دراستك كانت؟ لا عاديه الحمد لله. الحمد لله. مش اي حاجه. مين اكتر حد كان بيسندك وقت الازمات، او اللي كان بيتصدر لك لما حد يتنمر عليك؟ الله يرحمه والدي ويسامحه. الله يرحمه ويسامحه. الله والدي يرحمه. هو اللي كان جنبي بيشجعني، ما تقعدش في البيت اطلع، وكان يقدمني مثلا في صاله حديد جنبينا انزل العب، انت جسمك خاسس ما تقعدش في البيت. هو الوحيد اللي كان بيشجعني. الله يرحمه ويسامحه. الله يرحمه يا رب. والوقت والدتي اللي بتشجعني مكانه، واختي ربنا يحفظها يا رب. الله يخليك. ربنا يحفظها ويديها العمر. بمناسبه اليوم العالمي لمتحدي الاعاقه، اكيد الحياه اختلفت بعد جهود سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسانده ذوي الاحتياجات الخاصه. عايز اعرف الاختلاف ده انت حسيت بيه؟ قبليه كنا ميتين، موت الوقت فيه حياه، عدم جبر خواطر الوقت موجود، اهتمام في كل حته عن الاول بكتير. انا عمري صراحه ما شفت اهتمام لذوي الاحتياجات الخاصه الا في عاصف خامة السيسي عبد الفتاح السيسي. قبليه كنا مهمشين نهائي. الوقت ما شاء الله، النهارده في كشف مجانا مثلا، مشاتشات الشرطه كلها، في اي ورق حكومي مجانا، دي بتبقى من كل سنه من يوم 3 ديسمبر ل 10 من كل سنه. اي مكان اروح فيه فيه احترام عن الاول خالص. انا عامل باسبور وعامل شهاده ميلاد وبطاقه، ده كله مجانا. مصاريف المدارس الاطفال من 900 جنيه دفع 700 دفع 70 جنيه. لا، في احترام لذوي الاحتياجات الخاصه عن كل السنين اللي مضت في عاصفه خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الله. احسن تعبير قاله، كنا ميتين وبقى في حياه، كانوا مهمشين وبقى لهم كيان في البلد. وطبعا احنا كلنا شايفين ده، شايفين قد ايه في دعم من فخامه الرئيس لكل متحدي الاعاقه ولكل ذوي الاحتياج. حضرتك بطل جمهورية في أكتر من لعبة، أنا عايزة أعرف تغييرك من لعبة للعبة، أكتر لعبة حسيت إن أنت بتحبها أو إن أنت حابب تكمل فيها؟ مثلث المثلث سيدنا محمد، الدراجون بوت، التأديف. أنا قصرت في مثلث ذراعين بسبب دراجون بوت. المفروض إن أنا كنت سافرت بطولة عالم شهر 10 اللي فات في تركيا المثلث ذراعين، بس عدم تركيزي في التمرين هو اللي خلاني الحمد لله بفضل ربنا عملت تاني. هي الدراجون بوت. الدراجون بوت دي تعتبر لعبة صينية المصدر. بقى لها 100 سنه في العالم كله، بقى لها 100 سنه، من اقوى الالعاب المائيه. دي دخلت مصر عن طريق كابتن اياب جوده ومدام ميري. كابتن اياب جوده دوت مدرب دولي، اللهم صل على سيدنا محمد، هو اللي ادخل اللعبه. اللعبه دي داخله في مصر 2016، بس اعتمدها الوزير الشباب والرياضه 2021 شهر 3 اللي فات، انشا بها الاتحاد. بس للاسف ما فيش دعم. انا ما شاء الله انا عامل 3 ميداليات ذهب، كانت بطوله دوليه وديه في الدراجون بوت، دي دوليه وديه للدراجون بوت، كانت في نادي محمد علي في ابو النمرس. كنا بجيب فرقه من بره، من امريكا واليابان
ولما سيدنا محمد وإيران، كنا بنعمل بطولات تجارب المنتخب. كان عندي بطوله الشهر 11 اللي فات في هونج كونج، بس للاسف ما سافرتش عشان ما فيش دعم. للاسف احنا معانا فريق ما فيش حد بيدعم اللعبه ولا تمام. المدرب صراحه ما بيجيب فرقه من بره، من بره مصر، هو اللي بيدعم من جيبه الشخصي، انما الدعم من الوزاره للاسف لا يوجد. تمام. طيب انا عايز اعرف رايك، ايه اكتر حاجه ذوي الهمم وذوي الاحتياجات ومتحدي الاعاقه محتاجينها؟ اكتر حاجه محتاجينها اللهم صل على سيدنا محمد، محتاجين الامان اول حاجه، وده الحمد لله اتوجد دلوقتي، ما كانش موجود الاول. حقوقهم كانت ضايعه، الوقت موجوده. يعني في اللهم صل على النبي، بالنسبه هم بيحتاجوا الشغل رقم واحد، وحياه كريمه برضو. احنا الحمد لله اتعمل حياه كريمه. وبالنسبه للشغل في نسبه في كل المصالح وفي كل موجود. المهن موجوده موجود. وبيحتاج الفيسبا، بيحتاج العربيه المجهزه، يعني في كتير العربيه كل ده موجود. اتعمل الكارت المتكامل، فكل موجود. ده اتوجد موجود. العربيه المجهزه دي الناس بتبص مثلا 5% ده جاي يتفسح بيها، ما يتفسحش بيها ولا حاجه، ده هو بيساعده على الحياه. بس يا ريت بقى لما تزيد بالنسبه للعربيه المجهزه، يا ريت يخلوها بالقسط، عشان في ناس كتير قوي تعبانه، مش عن نفسنا، الناس تانية تعبانه ومش قادره تجيبها، ما تقدرش تتحرك من البيت. تمام. في ايه تاني انت حاسس ان انتوا محتاجينه ومش متوفر؟ احنا الدعم. عايزين صدقه يوصل للعالم كله. الدعم للاسف الدعم مش موجود. احنا معانا فريق قوي جدا ومتحدي الاعاقه. انت بتتكلم على اللعبه، انا بتكلم على متحدي الاعاقه بشكل عام، مش اللعبه تحديدا. انا شايف ان كل حاجه، انا الحمد لله شايف كده الدنيا حلوه دلوقتي عن الاول. انا اعتقد بعد الكارت المتكامل والكارت ده كل متحدي الاعاقه عارفين ان هو بيطلع من وزاره التضامن الاجتماعي. وده بيدي تسهيلات كتير جدا وبيسر، بيجمع بين معاشين، بين معاشي ومعاش ورد متوافق او مرتبه ومعاشي، فبالتالي بيسهل وبيسهل اجراءات كتيره جدا. طيب انا لو اسره بتتفرج علينا وعندهم طفل من ذوي الاعاقه، تنصحهم بايه؟ يخرجوه، ما يحبسوش في البيت، ما يتكسفش منه. ان ثلاث ارباع الاسره الوقت اللي عنده واحد معوق بيخبيه في البيت، ما بيطلعش منه بسبب ان الناس تتنمر عليه. هو حابس، لا انا اطلعه واخليه يبقى ليه هدف في دماغه ويشتغل عليه، ما يقعدش في البيت ويتحبس. يكون عنده اراده وعزيمه، انما انت كده حبسه في البيت كسرت عزيمته خالص. ليك اخوات يا استاذ خالد؟ ليه اخوات. في حد منهم مصاب بمشكله صحيه او الحمد لله عقبة. كله تمام الحمد لله. الحمد لله, تمام. الحمد لله. تمام. طيب قول لي بقى، لو انا شايفه ان المشوار الطويل اللي انت مشيته ده حققت فيه نجاحات كبيره جدا وبطولات كبيره جدا وعظيمه، ناوي تكمل فيه ولا هتسلك طريق تاني؟ ان شاء الله هكمل فيه ان شاء الله. انا ان شاء الله دلوقتي بسعى لرفع قلم مصر في الدراجون بوت ان شاء الله. انا تركيزي كله عليها، عندنا فريق ما شاء الله فريق قوي جدا ومتحدي الاعاقه، وبنلعب اسواق بيجوا من بره وبنعمل عليهم اول. طيب ممكن تعرفني ايه هي لعبه الدراجون بوت اصلا؟ الدراجون بوت دي لعبه صينيه المصدر، داخله مصر عن طريق كابتن اياب جوده وكابتن ميري. كابتن ميري دي من الصين، زوجة كابتن اياب جوده. كابتن اياب جوده ده يعتبر مدرب دولي وعضو اللهم صل على النبي في جمعيه الصداقه المصريه الصينيه بهونج كونج. هو اللي ادخل اللعب في مصر. اللعبه عباره عن ايه؟ اللعبه عباره عن اسمها قوارب التنير. ده قارب زي مركب بيشيل 12 لاعب، وفي مركب 24 لاعب. ده بيعتمد على الدمج بين اللعيبه، انه يقدف بالمئداف، ده زي سباق يقدف، لازم كلنا نطلع بالمئداف وننزل في الميه بايد واحده عشان المركب كده تجري. طيب قول لي بقى، انت بتعرف تعوم؟ للاسف لا. تمام. بس حابب اللعبه. حابب اللعب. ثلاث تلبل في مركب ما بعرفش، بس بنلبس حاجه اسمها لايف جاكيت، وفي بقى معانا امن معانا. تمام. في المركب. وناوي تكمل فيها لما توصل لما اسم مصر يكون في العالم. نفسي ارفع علم مصر. تخيلوا ان عايز يرفع علم مصر، تحدى اعاقته وتحدى ظروفه وتحدى كل حاجه، وكل حلمه دلوقتي بعد كل اللي حققه ده ان هو يرفع علم مصر. حضرتك كان 23/11 الشهر اللي فات كان في بطوله كاس عالم في ماليزيا. الكابتن الله يبارك له قال لنا انا هشيل الفندق والاقامه هناك، وانتوا هاتوا التاشيره وعليكم ونلعب البطوله دي. فاحنا جمعنا بعضينا ورحنا السفاره، ومهم خلصنا التاشيره عملت حوالي 10,250. طبعا مبلغ جامد، يعني اتنين هيسافروا والباقي مش هيسافر. مبلغ جامد والله، لو كان معايا كنت طلعت كنت سافرت. ان شاء الله ربنا هيكرمك يا استاذ خالد وهيوفقك وهتقدر تحقق كل اللي نفسك فيه.
انا عايزه رساله منك توجهها لكل ام واب عندهم ابن من ذوي الاعاقه، غير ان هم يطلعوه، غير ان هم ما يتكسفوش منه ويوروه ويواجهوا بيه العالم كله زي ما انت واجهت العالم كله وقدرت تنتصر على نفسك الاول وتنتصر على اعاقتك وتنتصر على تكسير اللي حواليك فيك. كتير دلوقتي في خير عن الاول في عصر فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي، لان انت حابسه في البيت ليه؟ هو عنده طاقه ايجابيه انت خرجها منه. بس كده انا كمان بضم صوتي لصوت استاذ خالد وبقول لكل ام وكل اب، حاول تخرج ابنك، حاول تتحدى به العالم كله، ربنا اكيد لما رزقك بيه وهو عنده مشكله صحيه او اعاقه ايا كانت هي ايه، ده حاجه من عند ربنا وربنا قادر ان هو ينجيك بيه ويجعله سند وظهر ودعم. ادعم ابنك وحاول تقويه علشان توصل بيه لنتيجة كويسة، دي مش مشكلتك ومش مشكلة المجتمع، واجه المجتمع كله بولادك وما تتكسفش من حاجة. ذوي الهمم على راسنا كلنا من فوق، وصدقوني هم نجحوا وقدروا يتخطوا حاجات كتير جدا احنا ما قدرناش نعملها ولا قدرنا نحققها. الإعاقة الحقيقية هي هنا، الإعاقة الحقيقية هي في عدم حركتنا وإن إحنا ما يبقاش عندنا حلم نحققه. الإعاقة الحقيقية إن إحنا نفضل واقفين مكاننا ونقول الظروف، الظروف ما بتحكمش على حد. حرر نفسك من اللي انت فيه واخرج منه على قد ما تقدر. في نهاية لقائي بشكر ضيفي الأستاذ خالد ذكري سالم، بشكرك جدا يا أستاذ خالد، شكرا جدا لحضرتك، بشكركم على حسن المتابعة واستنوني هطلع فاصل وارجع لكم مع فقرة حوارية جديدة، خليكم معي.